السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة كلية طب الأسنان جامعة بغداد المرحلة الثانية، مادة General Histology، محاضرة The Integumentary System Part 1 Skin. أنا الأستاذ المساعد رشا عباس عزيز. Skin, it is composed of the epiderms and epithelial layer of ectodermal origin and the derms layers of connective tissue of mesodermal origin. The junction of derms and epiderms is irregular and the projection of the derms called papillae. Interdigitate with evagination of the epiderms known as epidermal ridge. Beneath the derms lies the hypoderms or subcutaneous tissue, a loose connective tissue that may contain a bud of adipose cell. The hypoderms, which is not considered part of the skin, bends the skin loosely to the subjacent tissue. يشمل الجهاز الغطائي الجلد الذي يغطي سطح الجسم مع مشتقاته الخاصة. تشمل هذه المشتقات الأظافر، الشعر، بعض الغدد التي ترتبط بالجلد. وظيفة الجلد يقي الكائن الحي من المؤثرات من المواد والمؤثرات المؤذية، يساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم وذلك عن طريق التعرق لسويتينج، حيث يبرز الماء المحمل بنتائج الفعاليات الحيوية، ويعد الجلد أوسع عضو حسي للجسم لقيامه بتسلم الحوافز الخاصة باللمس والحرارة والألم. يتألف الجلد من طبقتين رئيسيتين، البشرة الإبيديرمز، وهي نسيج ظهاري مطبق متخصص أصله الجنيني من الأديم الظاهر الإكتوديرمز. إكتوديرم الأدمة ديرمز تقع تحت البشرة وتتكون من نسيج ضام كثيف وعائي أصله الجنيني من الأديم المتوسط الميزوديرم، ويكون الارتباط بين البشرة والأدمة متعرج غير منتظم، حيث تكون الأدمة بروزات تدخل في انبعاجات ضمن البشرة وتدعى هذه البروزات بالحليمات الأدمية (dermal papillae). ومن جهة أخرى تكون البشرة بروزات تدخل في انبعاجات ضمن الأدمة وتدعى هذه البروزات بالحليمات البشروية (epidermal papillae). سلايد يوضح الأديبوس تيشو (hypoderms) يوجد تحت الأدمة طبقة مكونة من نسيج رابط مفكك وأيضا نسيج شحمي، تدعى هذه الطبقة بالطبقة تحت الأدمة الهايبوديرمز أو الطبقة تحت الجلدية. Thick skin covers the palms and soles. The epiderms of thick is characterized by the presence of all five layers of cells. Thick skin lacks hair follicles, muscles and sebaceous gland, but does possess sweat glands. Thin skin covers most of the remainder of the body. The epiderms has thin stratum corneum and lack advenate stratum lucidum and stratum granulosum. Although individual cells of these layers are present in their proper location. يصنف الجلد تبعا لسمك البشرة على أساس سميك thick وهو الخالي من hair follicles، ورقيق thin وهو الحاوي على hair follicles. ويوجد الجلد السميك في راحة اليد وأخمص القدم، وفيه تكون البشرة سميكة جدا، أما الجلد الرقيق فيغطي بقية الجسم وتكون فيه البشرة رقيقة. والجدير بالذكر أن الجلد الرقيق نفسه قد يختلف في سمكه تبعا لسمك الأدمة وليس البشرة، إذ تكون الأدمة سميكة عادة في السطوح القابلة للتمدد والانبساط وتكون رقيقة في السطوح القابلة للانثناء. Besides providing a cover for the underlying soft tissue, skin performs many additional functions, including protection, first protection against injury and bacterial vision, 2. Regulation of body temperature, 3. Reception of continual sensation from the environment, example touch, temperature and pain, 4. Excretion from sweat glands, and 5. Finally, absorption of ultraviolet UV radiation from the sun
for the synthesis of vitamin D. الفانكشن مهمة جدا. سلايد يوضح الثيك سكين تكون من 5 طبقات: ستراتوم كورنيوم، ستراتوم لوسيدم، ستراتوم جرانيولوزم، and ستراتوم سباينوزوم، ستراتوم جيرمينيتيف. ايضا سلايد اخر للثيك سكين من سلايداتكم المختبرية يوضح فيه طبقات الثيك سكين. سلايد يوضح الثين سكين ستراتوم كورنيوم ستراتوم سباينوزوم اند فاينال ستراتوم بيسل. لاحظ انه الطبقة تكون ثين تتكون من just one layer of cells. بعدها بعد ستراتوم بيسل راح تأتينا الديرمال بابلي طبقة الديرمز اللي تحتوي على الحليمات والديرمز ريتيكولار لاير الطبقة الشبكية. First epiderms. The epiderms is covered by stratified squamous keratinized epithelium and contain 4 populations of cell: keratinocytes, melanocytes, Langerhans cells and Merkel cells. Keratinocytes epithelial cells form the largest population of cells are renewed through meiotic activity in the basal layers of the epiderms. As the new cells are forming, the cells above continue to be pushed toward the surface. As they near the surface, the cell die and are sloughed off, a process that takes 20 to 30 days. 5 morphological of the epiderms can be identified from the inner to the outer layer. These are first stratum basal. إذن أنواع خلايا البشرة يمكن تمييزها إلى 4 أنواع من الخلايا في النسيج المكون للبشرة. هي الخلية الكيراتينية كيراتينوسايت، الخلية الميلانية ميلانوسايتس، وخلية لانجرهانز وخلية ميركل. الخلية الكيراتينية هي خلية ظهارية سائدة في النسيج الظهاري للبشرة التي تتميز لتنتج الكيراتين، هذا يؤدي إلى تكوين الطبقات السطحية الميتة للجلد، و تفقد الخلايا السطحية المتقرنة باستمرار من السطح العلوي وتعوض بخلايا تنشأ من الفعالية الانقسامية لخلايا الطبقات القاعدية للبشرة أي الميوتيك أكتيفيتي. تندفع الخلايا المتكونة من هذه العملية أي الفعالية الانقسامية إلى المستويات العليا وتنتج خلال حركتها باتجاه السطح مادة الكيراتين، ويحل الكيراتين في النهاية محل السيتوبلازم وتموت الخلية وتسقط أخيرا. بالنسبة لبقية الطبقات راح نجي عليها بالستراتوم بيسل اللي هي الطبقة المولدة consists of single layer of basophilic columnar or cuboidal cell resting on the basement membrane at the dermal epidermal junction. The stratum basal containing stem cells is characterized by intense meiotic activity and is responsible in conjunction with the initial portion of the next layer from constant renewal of the epiderm cells. إذا بشرة الجلد السميك راح تتكون من الطبقات الآتية ابتداء من القاعدة نحو السطح. أول طبقة اللي هي راح تكون الستراتوم بيسل الطبقة القاعدية أو الطبقة الجرثومية المولدة. تستقر هذه الطبقة على الصفيحة القاعدية فوق الأدمة وتتألف من طبقة واحدة من الخلايا الظهارية العمودية أو المكعبات العالية. لكل خلية تكون لها بروزات بروتوبلازمية قصيرة ونحيفة في سطحها القاعدي تتداخل مع جيوف الصفيحة القاعدية تزيد من ارتباط هذه الخلايا. يحتوي الغشاء البلازمي القاعدي لهذه الخلايا على أنصاف الجسيمات الرابطة، ويظهر قسم من خلايا هذه الطبقة في أدوار الانقسام الخيط الاعتيادي، وبهذا تعمل على إنتاج خلايا جديدة تعوض عن الخلايا المفقودة في الطبقات التي تقع فوقها، إذ تتجدد بشرة جلد الإنسان كل 20 إلى 30 يوما اعتمادا على منطقة الجلد في الجسم والعمر وعوامل أخرى.
Second, stratum spinosum consists of a cuboidal or slightly flattened cells with a central nucleus and a cytoplasm whose processes are filled with bundle of keratin filament called tonofilaments play an important role in maintaining cohesion among cells and resisting the effect of oppression. All mitoses are confined to what is termed Malpighian layer, which consists of both the stratum basal and the stratum spinosum. Only the Malpighian layer contains epidermal stem cells. الطبقة الثانية اللي هي الطبقة الشائكة stratum spinosum تقع هذه الطبقة فوق الطبقة المولدة الجرثومية وتتكون من عدة صفوف من الخلايا التي تكون ذات شكل مضلع وغير منتظم منفصلة بعضها عن بعض قليلا وتتسطح الخلايا باتجاه الجزء الحر للجلد تظهر سطح هذه الخلايا مغطى بما يشبه الأشواك التي يكون شكلها واضح تحت المجهر الإلكتروني بشكل بروزات بروتوبلازمية قصيرة تقابل مثيلاتها من الخلايا المجاورة تشكل ما يسمى بالجسور ما بين الخلوية الانترسيلار بريدج كما أظهر ذلك المجهر الإلكتروني كذلك أن هذه الجسور لا تمثل استمرارية السيتوبلازم بين الخليتين المتجاورتين وبين وجود الجسيمات الرابطة الديسموسومز في منطقة تقابل البروزات البروتوبلازمية والجسيم الرابط هذا الجسيم الرابط هو عبارة عن تضخم في السطح الداخلي للغشاء البلازمي للخلية التي ترتبط به اللويفات التوترية التونو فايبرلز اللي هي تكون عبارة عن حزم من الخيوط التوترية التونو فيليمنتس التي تحتوي عليها الخلية وتزدحم اللويفات التوترية في مناطق البروبروزات البروتوبلازمية ولكنها تتفرق في بقية السيتوبلازم الخلية تعد هذه الطبقة هي تكون مسؤولة عن بدء عملية التقرن الكيراتينايزيشن يسمى قسم من الباحثين كل من الطبقتين المولدة والشوكية باسم واحد هو الطبقة المالبيجية stratum malpighi or Malpighian layers. Third, stratum granulosum consists of 3 to 5 layers of flattened polygonal cells whose cytoplasm is filled with coarse basophilic granules called keratohyaline granules. The function of this extruded materials is similar to that of intercellular cement in that it acts as a barrier to penetration by foreign materials and provides a very important sealing effect in the skin. Stratum granulosum, الطبقة الحبيبية تقع فوق الطبقة الشوكية تتكون من 3 إلى 5 صفوف من الخلايا المضلعة المسطحة التي يكون محورها الطولي موازيا لسطح الجلد يحتوي سيتوبلازم هذه الخلايا على حبيبات خشنة وأليفة للأصباغ القاعدية وتدعى بالحبيبات الكيراتينية الشفافة كيراتوهايلين جرانولز تظهر هذه الحبيبات تحت المجهر الإلكتروني غير منتظمة الشكل وغير محاطة بغشاء محدد ومرافقة لحزم من الخيوط التوترية هذه الحبيبات تحتوي على بروتين غني بالهستيدين هستيدين ريتش بروتينز تحتوي أيضا على بروتينات محتوية على السيستين فضلا عما سبق تحتوي أيضا على نوع آخر من الحبيبات المحددة بغشاء هي ذات شكل بيضوي ومظهر صفائحي وتتكون هذه الحبيبات في معقد كولجي وتتحرك إلى القسم العلوي من الخلية قرب الغشاء البلازمي تتحد بالغشاء وتطلق محتوياتها في الفسح ما بين الخلايا لهذه الطبقة وتمنع المادة المنطلقة اختراق المواد الغريبة وبهذا تعمل عمل السداد المحكم Stratum lucidum, 4 stratum lucidum, more apparent in thick skin. The stratum lucidum is a translucent thin layers of extremely flattened
eosinophilic epidermal cells, the organelles and nuclei are no longer evident. 5. Stratum corneum consists of 15 to 20 layers of flattened non-nucleated keratinized cells with a thickened plasma lemma and filled with keratin filaments embedded in amorphous matrix. Those cells farther away from the skin surface display desmosomes, whereas cells near the surface of the skin called squamous or horny cells lose their desmosomes and become desquamated, slough off. Stratum lucidum, طبقة الصافية تقع فوق الطبقة الحبيبية وهي طبقة شفافة تتكون من 3 إلى 5 صفوف من الخلايا وتكون الخلايا مسطحة ميتة أو في طريقها إلى الموت ومتقاربة جدا بعضها من بعض وصعبة التمييز في المقاطع ولهذا تظهر طبقة متجانسة وتسمى بالطبقة الصافية تعاني نواة وعضيات الخلايا من الاضمحلال ولهذا لا تتميز في خلايا هذه الطبقة الطبقة الخامسة هي الطبقة المتقرنة Stratum Corneum وهي الطبقة الخارجية التي تتكون من خلايا حرشفية ميتة شفافة يزداد تسطحها والتحامها إذا اقتربنا من سطح الجلد ونوى خلايا هذه الطبقة معدومة وإن سيتوبلازمها حل محله الكيراتين المشتق أساساً من اللويفات التوترية الموجودة في الطبقات العميقة من البشرة يكون نوع الكيراتين في هذه الخلايا من النوع اللين soft كيراتين الذي يحتوي على كبريت أقل مما هو عليه في الكيراتين الصلب الهارد كيراتين الموجود في الأظافر وقشرة الشعر ويكون غشاء الخلايا سميكا وتكون الخلايا تكون الخلايا نفسها متداخلة بعضها مع بعض كثيرا والجزء الخارجي من هذه الطبقة يتكون من صفائح متقرنة تتقشر وتسقط باستمرار وتدعى هذا الجزء أحيانا باسم الطبقة المنفصلة Stratum Disjunction هذا بالنسبة لتعداد الطبقات للثيك سكين أما بالنسبة للثيك ثين سكين بشرة الجلد الرقيق أو بشرة سطح الجسم العام بشرة الجلد الرقيق تكون أرق طبعا وأبسط تركيبة من بشرة راحة اليد أو أخمص القدم وتكون كل طبقات البشرة مختزلة في السمك وتكون الطبقة الصافية Stratum lucidum عادة معدومة والطبقة المولدة مشابهة لتلك الطبقة في الجلد السميك لكن الطبقة الشائكة Spinosum تكون أرق منها والطبقة الحبيبية Granulosum قد تكون موجودة على شكل صف واحد من الخلايا وعلى شكل خلايا مفردة مبعثرة ومتفرقة B non-keratinocytes أول خلية راح ناخذها الميلانوسايتس are round to columnar cells located among the cells of the stratum basal their long and undulating processes extend from the superficial surface of the cells and penetrate the intercellular spaces of the stratum spinosum and are responsible for the production and secretion of melanin the difference in skin pigmentation is related more to the location of the melanin than to the total number of the melanocytes in the skin. Single exposure to ultraviolet radiation increases the size and functional activity of the melanocytes. Their population remains the same after continued exposure to ultraviolet radiation. However, there is also an increase in the melanocyte population. خلية الميلانية هي صباغ الميلانين صباغ ذو لون بني غامق تنتجه خلية خاصة في البشرة هي الخلية الميلانية وتوجد هذه الخلية عادة تحت خلايا الطبقة القاعدية للبشرة أو بينها ولهذه الخلية جسم كروي تتفرع منه بروزات طويلة غير منتظمة تمتد بين خلايا الطبقة المولدة والطبقة الشائكة تنتهي قمم هذه البروزات بانبعاجات في داخل خلايا هاتين الطبقتين يعد ازدياد دكنة لون الجلد بعد التعرض للشمس نتيجة لعملية ذات خطوتين الخطوة الأولى هي تفاعل كيميائي فيزيائي
يعمل على جعل الميلانين الموجود سابقاً أكثر دكنة ثم تحرره بسرعة إلى الخلايا الكيراتينية. أما الخطوة الثانية فإن معدل تكوين الميلانين يزداد سرعة في الخلايا الميلانية التي ينتج عنها زيادة في كمية هذا الصباغ. النوع الثاني من الخلايا النون كيراتينوسايتس اللي هي خلية لانجرهانز سيلز star shaped cell found mainly in the stratum spinosum of the epiderms. They have a significant role in an immunological skin reaction. هي خلية لانجرهانز خلية نجمية الشكل توجد بشكل رئيس في الطبقة الشائكة للبشرة الاسبينوزوم stratum spinosum. تظهر حدودها بوضوح عند معاملة البشرة بمادة كلوريد الذهب. أيضا تظهر نواتها تحت المجهر تكون ذات تخصرات وسيتوبلازمها يكون شفاف وخالي من الخيوط التوترية. هذه الخلية تظهر في أنسجة ظهارية مطبقة أخرى كالطبقة المخاطية للفم والمرئ والمهبل وفي جريبات الشعر والعقد اللمفية. هذا الانتشار الواسع لها يدل على أن لها أهمية مناعية، وهي تحمل على سطحها مستضدات عامة لمعظم الخلايا الليمفية نوع تي اند بي والخلايا الوحيدة المونوسايتس. النوع الآخر الميريكل سيلز generally present in the thick skin of palm and soles. Somewhat resemble of the epidermis epithelial cells, but have small dense granules in their cytoplasm. These cells may serve as sensory mechanoreceptors. خلية ميركل توجد في الطبقة المولدة أو قربها، تترابط بترابطها مع النهايات العصبية الداخل الظهرية غالباً. تشبه خلية ميركل كثيراً الخلايا الظهارية للبشرة، لكن سيتوبلازمها يحتوي حبيبات كثيفة صغيرة تشبه تلك الجسيمات الموجودة في الخلايا المحتوية على الكات كولامين اللي هي تكون موجودة في خلايا لب الغدة الكظرية. كذلك تحتوي على حزم مفككة من اللويفات التوترية. ترتبط هذه الخلايا مع الخلايا الكيراتينية المجاورة للجسيمات رابطة كثيرة، يكون الهنوات ذات شكل غير منتظم، وتحتوي هذه الخلايا على مستقبلات آلية الميكانوريسبترز. الجزء الثاني من السكين derms. The derms is the connective tissue that support the epiderms and paint it to the hypoderms. The thickness of the derms varies according to the region of the body and reaches its maximum on the back. The surface of the derms is very irregular and has many projection dermal papillae that interdigitate with the projection epidermal ridges of the epiderms. The derms has a rich network of blood which play a very important role and temperature regulation and lymph vessels in addition to rich supply of nerves. Normally the derms is thicker in men than in women and on the dorsal than on the ventral surface. The derms contain two layers. الطبقة الأولى اللي هي راح تكون papillary layers الطبقة الحليمية and the deeper reticular layers الطبقة الشبكية. الأدم يكون سمكها تقريبا 5×10^3 مليم تبعا لمناطق الجسم المختلفة، وقد يصعب تمييز حدودها من الطبقة التي تحتها الهايبوديرمز والتي تندمج بها. تتكون الأدمة من طبقتين ثانويتين اللي هي الطبقة الحليمية papillary layers والطبقة الشبكية. The papillary layers الطبقة الحليمية is thin and composed of loose connective tissue, fibroblasts and other connective tissue cells such as mast cells, macrophage and plasma cells are present. Leukocytes are also seen.
هذه الطبقة الحليمية هي الطبقة العليا من الأدمة، وتكثر فيها تكثر هذه الحليمات في منطقة الجلد المعرض للضغط المتكرر، ويعتقد أنها تزيد وتقوي اتصال البشرة الأدمي الديرمو إبيديرمال جانكشن. تتكون هذه الطبقة من ألياف بيض دقيقة وألياف شبكية صفر، وتحتوي بعض الحليمات على نهايات عصبية كجسيمات مايسنر مايسنر كوربوسكلز، وتدعى هذه الحليمات بالحليمات العصبية النيرفس بابلي. والبعض الآخر من الحليمات يحتوي على شبكة من شعيرات دموية تدعى بالحليمات الوعائية الفاسكولار بابلي. تحتوي هذه الطبقة على خلايا النسيج الضام أكثر مما هي عليه في الطبقة التي تحتها اللي هي الريتيكولار لايرز، لكن الألياف التي فيها تكون أصغر ودق من الألياف الموجودة في طبقة الريتيكولار لايرز. الطبقة الثانية the reticular layers، الطبقة الشبكية is thicker composed of irregular dense connective tissue mainly type 1 collagen and therefore has more fibers and fewer cells than does the papillary layers. الطبقة الشبكية تكون هذه الطبقة كثيفة وأكثر سمكاً من الطبقة الحليمية، وتحتوي على ألياف بيض سميكة وكثيفة ومتقاطعة بعضها مع البعض الآخر. تحتوي أيضا على ألياف شبكية ومطاطة، وأن وجود هذه الألياف المطاطة في كل من الطبقتين الحليمية والشبكية مسؤولة عن مطاطية الجلد ومرونته، إذ كلما تقدم الإنسان بالعمر حدث ضمور لهذه الألياف، وهذا هو سبب فقدان المطاطية والمرونة وتجعد الجلد. تحتوي طبقة الأدمة أيضا على خلايا عضلية ملساء، وتكون مرتبة بشكل حزم صغيرة ترتبط بجريبات الشعر. سلايد يوضح طبقة الأدمة the derms، مؤشر عليه the papillary layers of the derms and الأسفل منها the reticular layer of the derms. طبعا يميل لون الجلد إلى الصفرة، ذلك بسبب وجود مادة الكاروتين. يعني يعتمد لون الجلد على ثلاثة عوامل، إنه أولا يميل لون الجلد إلى الصفرة وذاك بسبب وجود مادة الكاروتين. ثانيا ترجع حمرة الجلد إلى وجود الأوعية الدموية في الطبقة الحليمية الأدمة حيث تتراءى من خلاله. ثلاثة وجود كميات من صباغ الميلانين ميلانين بيجمنتس تطفي اللون البني أو الأسمر للجلد. لحد الآن خلاص الجزء الأول من محاضرة The Skin. Reference المصادر، وشكرا لحسن إصغائكم.